القاهرة. احنا الطلبة اليمنيين وأبناء الجالية اليمنية في القاهرة وقفنا اليوم أمام مكتب الجزيرة لكي نندد ونشكو ما يتعرض له المعتصمون والمتظاهرون السلميون في صنعاء وفي عدن وفي جميع المحافظات من قمع وتنكيل ومن قتل. في الأيام القليلة الماضية سقط الكثير من القتلى والكثير من الشهداء وتعرضوا لغازات المثيرة للأعصاب، للمثيرة للدموع والغازات المثيرة للأعصاب. هذا كله والنظام يتجه إلى مرحلة النهاية، ولكن في النهاية لا بد له أن يتعرض للشعب بالقتل والتهديد وسقوط الضحايا تعجل من سقوط النظام. نحن هنا نطالب مكتب الجزيرة، نطالب المجتمع الدولي، نطالب الحكومة المصرية بالضغط على هذا النظام الفاسد، هذا النظام الذي يقتل أبناءه، الذي يقتل المتظاهرين السلميين، كي يعجل بالرحيل السلمي ونقل السلطة السلمية إلى مجتمع مدني مثل ما حدث في تونس ومثل ما حدث أكيد هنا في مصر.